لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا إلى الرمز رموز سيري على بركة الله سيري وعين الله ترعاك هذه رموز تحقق الرمز في أغلى المهرجانات مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى بن قريع سلام والشلفة لمحمد بن فران تهانينا والناموس يتسلمون هذا الرمز من نائب رئيس اللجنة المنظمة لصبغات الهجن سعادة عبد الله بن محمد الكواري يستاهل ألف مبروك فران بالعتيق بن قريع تستاهل فوز رموز وانتزاعها للشلفة الشوط المفتوح أقوى شوط الحقائق الليلة ذهب مع عزبة كفرة الله يطول عمرك تساهل الخير يا أبو بريك الله يطول عمرك وش سلالتها؟ سلالتها طلع عمرك بيها الباز وأمها ناقة مواطنة ومشاركتها قبل انتزاع الرمز الليلة والله في الأمير الوالد ماخذ سيارة وقدامها بالسباق المؤسس السابق فران هذا شوط مشتري له كبار الملاك العمالقة مستهدف بأكثر من 22 بكرة الرمز مفتوح حق والأشواط الليلة معك أنت الليلة خيرة الحقائق في المهرجان عندك والله يا أبو بريك هذا توفيق من رب العالمين وحنا ندري هذه النقوة اللي سابقة واللي ماخذها سيارة واللي ماخذها رمز لكن هذا توفيق من رب العالمين وحما قدمناها اللي هي كفل مشاركتها بداية الموسم كنت داخلها أنت ومخطط على الرمز أبو بريك لا والله الناقة معها وعكة صحية الناقة ضلعت علينا وجهها مرض حرارة والحمد لله رب العالمين استعدت صحتها من فضل رب العالمين وركضت والله ناقة من بداية الموسم ما بتقعد يعني كل تأخير إن شاء الله فيها خير هذا الكلام هذا الحمد لله ما أخرها للوقت هذا إلا خيرة فران شوط توتر وشوط أعصاب وشوط مستهدف ورمز مستهدف كيف كانت أعصابك ليلة الركض وفي أثناء مسار الشوط والله يا أبو بريك لا أعصاب من فضل رب العالمين لكن الشوط هذا فيه تحماس فوق اللازم تخبر المشترى والمطايا سباق ولكن هذا توفيق من رب العالمين وحظ متى بدا التوتر من يوم سجلتها ولا ليله الركض لا والله ابرك من ليله الركض وبعدين التوتر ولا عاد التسجيل كل اني سجل مرشح البكره ورشحوها والله ابو ذيب ذكرها لا رشحها لكن ذكرها سلمت من الترشيح سلمت بالترشيح نعم دائما فران اكثر الحلال اللي سبق ما رشحه المحللين هذا انطى عندها سبق هم قالوا ما رشحه وقول انطى كلها ماخذ اللي ماخذ سياره واللي عنده سبق واللي ماخذ الرمود واكثر الترشيح على بكره المسند نعم والبكره الليله قربت ما طلعت عصاها يعني كان بامكانها تنتزع الشوط بدون عصا والله يا ابو بريك لو احنا ما بغينا نضربها كان خاتها ضغطك الشرس اللي هو زعبي مع المسند والله الشرس ما فيه قصور لكن هي لو بغينا ما نضربها الليله ما ضربنا يعني كان تقدر تنتزع الشلفه بدون اوام والله عقب ما اركنا على السبق ضربنا امرنا عليه والهواء وتاثيره جابت توقيت مميز رغم الهواء الصلب الليل والله يا ابو بريك الهواء صراحه المطايا الدفه اللي هي بعد دفعت مع الحال اللي دفع والهواء اللي تخابر لكن الحمد لله رب العالمين هذا حظ من رب العالمين نعم ابو عتيق يقولون بعض المقربين وقالوا لي اسال السؤال هذا فران علي بن حمد التويجر كان له وقفه مع هذه البكره وترتيب خاص ما يحتاج هذا بين العود ما يحتاج هذا ما قال يعني للمسات ابو حمد نعم ابو حمد ما نستغني عنه للمسات في شوط رموز ما يحتاج هذا كله توجيهات توجيهات من ابو حمد توجيهات ابو حمد نعم نعم فران بن عتيق هذا الفوز وهذا انا مسلم تهدي اهديه للشيخ تميم والمشجعين الرموز بيض الله وجهك وجعلنا مسندين شكرا جزيلا الموفق ان شاء الله نبداك الله يحافظك مرحبا يا ابو بريك شفت نوم لابته لابته وقفات شوميله شوميله شوميله